مع اقتراب الدخول المدرسي بإليزي أضحت الأدوات المدرسية السلعة الأكثر طلبا، فكان الإقبال على الفضاءات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية كبيرا من قبل التلاميذ وأوليائهم. لاحظنا هنا على مستوى مكتبة البلدية المعرض اللي راه مفتوح، تتوفر جميع كتب المدرسية لجميع الأطوار من الابتدائي إلى الثانوية بأسعار مقننة وثابتة. رانا في المعرض تاع الكتب المدرسية والأدوات المدرسية هنا في ولاية إليزي، أسعار في متناول الجميع، يعني خفضنا يعني المواطنين، ومرحبا بالزوار في من كل أرجاء الولاية. وإلى جانب المستلزمات المدرسية، تضمن هذه الفضاءات التجارية بيع الكتاب المدرسي لجميع الأطوار. بالنسبة لهذه السنة الجديد هو كتاب الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، وبهذه المناسبة نطمئن أبنائنا التلاميذ وأوليائهم بأن الكتب المدرسية متوفرة على مستوى كافة المؤسسات التربوية بالولاية للأطوار الثلاث، كميات متوفرة، الأسعار نفسها ولا يوجد هناك تغيير. نظمنا على مستوى أقليم الولاية معارض تجارية، وقفنا على مدى توفر وجودة هذه المنتجات وبأسعار مستقرة تلبي حاجية السكن وتحافظ على صحة المستهلك أيضا من ناحية أخرى. معارض مماثلة تشهدها باقي بلدية إليزي ضمانا للوفرة والأسعار التنافسية.